20-0. يعني هذا الكاسر ترند أنا متذكره، وخارج عن القناة الهابطة، شوفوا كيف منزلق الندل، هذا الترند المكسور حسبي الله عليه، ومقفل تحته شهريا كمان. يعني شوف لا وجه ولا قفا، لا وعقد ب 305 مليون مع أرامكو. تونا ليش أنا قلبي فاير على أنابيب؟ غير إنه عقد وغير إنه نتائج بالبركة، لا ومطالب برفع رأس المال مرة تانية. وشوف المنظر قدام عينك، ترند من عام 2016 مرورا ب 2019 مكسور وتم الإغلاق تحته، واليوم نحن واقفين عند قاع كورونا، قاع كورونا 34، واليوم السهم مقفل. تعرف إنه النادي المقفل تحته اليوم 33.8، حسبي الله عليه. لا تكلمني ولا تجي صوبي اتجاه بالنسبة للأنابيب العربية إلا فوق 37. يوم يطلع فوق 37 نستشعر إنه رجع فوق القناة، يمكن يكون عنده شيء يبغى يسوي. وإذا كنكم تمام لازم يدخل القناة المكسورة، وعشان يدخل القناة المكسورة لازم يقتحم قاع كورونا اللي هو قاع كورونا 38-96. هذا القاع مو كورونا، آسف، هذا قاع 2019 اللي هو عنده تحته الآن اللي هي 34، هذا قاع 2019 قاع كورونا، هذا يعادل مستويات 38-96، يعني 39. يعني أنا للأمانة شوفوا كم بيننا وبين 39، 5 ريال يعني، والسهم طالع على 5 ريال قدام عيني، وأنا بصراحة مو عاجبني السهم فني. إلين يقولوا لي اخترق 39، يعني صار فوق الترند ودخل في القناة الهابطة المكسورة اللي شايفينها قدام. وتبغوا كمان القناة تترسم بشكل أحسن، وين القمة الفرعية؟ وين حصل الارتداد؟ هنا. وهذا قاع إيش ده 2017 40-40، يلا شايفين كلها قيعان مكسورة. أنا هذا المنظر مو عاجبني اللي هو كسر الترند الكبير ده، الله يلعن شياطين. المهم تبغى تلعب أنت ما بين الترند وما بين، إذا تبغى تلعب ما بين الترند وما بين المنطقة دي، إذا شفته ثبت فوق 34 هذه مفروض وقف خسارتك مرة تانية. إذا شفته مثل 34.5 خلاص عندك مقاومة على 35.20، إذا اخترقها كشف 37 الترند المكسور، وإذا عداها كشف 39 وخلاص. هذه المحطات حقت أنابيب في حالة الصعود، وإذا في واحد استشعر دخول سيولة. لكن أنا لا تقرب مني لأنه ما يعجبني، لأنه تحت 37 وتحت 39.